في ساعات متأخرة من الليل تداهم القوات الأمنية أوكار المتسولين في المناطق القديمة وسط البصرة، المتهمون في الواجهة من النساء والأطفال، بينما من يديرون تلك الشبكات المنظمة يبقون مجهولين وبعيدين عن الأنظار. وفي الوقت الذي تداهم فيه القوات الأمنية عصابات التسول في أوكارها، يبقى الضحية الأولى والأخيرة في هذه التقاطعات هو الطفل. نحن كمعنيين بحقوق الإنسان نطالب إيجاد حل جذري. قضية المداهمات الأمنية هي لا تكفي، بل يجب أن تكون هناك حلول حقيقية. هناك وافدين في البصرة يحاولون استغلال الطفولة، إضافة إلى تفعيل القطاع الاقتصادي الذي هو يحتوي يعني جميع الموجودين داخل البصرة بسبب العوز المادي والاقتصادي. حاولنا التدقيق أكثر في الملف الخطير، فتوجهنا إلى قيادة شرطة البصرة التي كشفت أن العمليات الأخيرة أسفرت عن ضبط مجموعات للتسول تضم أكثر من 50 طفلاً و30 امرأة بينهم من دول الجوار. القبض على مجموعة كبيرة من المتسولين الذين يسكنون في الفنادق داخل منطقة العشار، كانت عبارة عن عوائل هي تمارس التسول على شكل مجموعات، وعوائل أطفال ونساء. هناك مجموعات بالأقضية لا زالت الجهود مبذولة لجمع المعلومات عنهم وإلقاء القبض عليهم. مواطنون بصريون من جانبهم أكدوا أهمية مواجهة خطر التسول المنظم في شوارع المحافظة وتقاطعاتها، بينما أكد آخرون على ضرورة ترحيل من يمارس هذا العمل المخالف للقانون ومنعه من الرجوع مرة أخرى. أكثر المتسولين مو من البصرة، مو بصريين بصراحة، وهذه بصراحة ظاهرة غير حضارية. ناس تتعاطف وياهم ما تعرف أنه هذا جاء من غير محافظة أو أنه كمجموعة منه من تلزمينة. بس أنا أفضل أنه الشخص اللي يلقي عليه بتفكليت إذا كان غير بصراوي يتم تسفيره خاصة على البصرة حتى نقدر نحصر هذه الظاهرة. خالد السلامة لقناة الفلوجة، البصرة.